السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلة شواء ريحانة كمال نقدم لكم عصير أو عبارة عن ميلك شيك كيجي رائع منعش وبارد. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. المكونات كنحتاجو نصف لتر من الحليب كيكون مثلج، ضروري ما يكون بارد. عندنا 10 حبات من الفريز اللي هو الفراولة، ممكن أيضا الفراولة تكون مجمدة باردة. علبة ديال الياغورت طبيعي وزن 110 غرام بدون نكهة، ملعقة كبيرة من السكر سنيدة، والسكر يبقى حسب الذوق. كنوضع المكونات كلها في الخلاط الكهربائي. كما سبق وذكرت ضروري يكون عندنا إما الحليب مثلج أو الفراولة تكون مثلجة. إذا كان بجوج بهم يعني مثلجين يكون رائع، كيجي ممتاز. كنضيف العلبة ديال الزبادي اللي هو ياغورت طبيعي بدون نكهة وزن 110 غرام. كنطحن المكونات كلها جيدا. كنحصل على خليط او عصير او ميلك شيك. كنفرغه في كؤوس وضعت فيها قطع من الفراولة للتزيين. كنفرغ المحتوى اللي عندي في الكؤوس، كنقدموه بالصحة والراحة. راه كيجي رائع رائع ممتاز. ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. الى عجبكم الفيديو بارطاجي وانضمام القناة ووضع لايك الفيديو. شكرا للمتابعة. هذا هو الشكل النهائي. الى الملتقى باذن الله.